طلبت إدارة التشغيل والصيانة بنغازي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة بسداد ما عليهم من مستحقات مالية. هذا وأوضحت الشركة في بيان لها أنه في حال لم يتم تسديد المستحقات المالية نظير تقديم خدمات المياه والصرف الصحي ستضطر الشركة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.